Excellency Prime Minister Dr. Mustafa لتواجد معالي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية حيث يشرفنا بمشاركته اليوم في هذه الجلسة الافتتاحية. السادة الحضور الضيوف الكرام، نرحب بكم في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية. السادة الضيوف، مصر أم الدنيا، ترحب بضيوفها والوفود من أكثر من 80 دولة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الدولة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية. وكذلك سيقام في مصر في شرم الشيخ في نوفمبر القادم مؤتمر كوب 27 والذي يدعو لمواجهة الثغرات المناخية. إن عمل اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي يوفر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ومواجهة التحديات التي تواجه المدن المصرية وأيضا المدن الأفريقية وتبادل الخبرات فيما بينها ومواجهة التداعيات الناتجة عن الجائحة الخاصة بكوفيد-19. السيدات والسادة، اليوم هو يوم جميل. أم الدنيا، دولة الحضارة، أنا أعلم أن اليومين الماضيين كانا شقين جدا، حيث تمت مناقشة كثير من المواضيع بين الشركاء، والآن نحن نتطلع لبذل الكثير من المجهود والتشارك لصنع رؤية مشتركة نحو المستقبل. الكلمة الافتتاحية من معالي السفير حمدي لوزة. معالي دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبول، معالي السيد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، معالي السيدات والسادة الوزراء، معالي السفير بنكولي أدوي مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية للاتحاد الأفريقي، السيدات والسادة الحضور الكريم، أستهل كلمتي بنقل تحيات السيد سامح شكري وزير الخارجية وخالص تمنياته بمداولات ثرية ونتائج إيجابية تلبي تطلعات شعوبنا في مختلف ربوع القارة. السيدات والسادة، تتسم قارتنا الإفريقية بثراء مواردها الطبيعية وتنوعها البشري والحضري، الأمر الذي ينعكس بوضوح في تنوع نظمها القانونية والتجارب والحلول التي تقدمها على صعيد حوكمة وإدارة المجتمعات ومسارات التنمية، بما في ذلك عبر تنوع نماذج اللامركزية والحكم المحلي بصورهم ومستوياتهم المختلفة. ولقارتنا الإفريقية تجارب بناءة وواعدة في تعزيز دور الحكم المحلي وتعظيم إسهاماته في تعزيز الحكم الرشيد وتقديم الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة عبر مقاربة شاملة تقوم على توسيع حيز المشاركة وتقوية العقد الاجتماعي المستند للتشاور الجامع وتمكين مختلف فئات وأطياف المجتمع من المشاركة الفعالة في صناعة السياسات وتنفيذها، ومن ثم فإن المزيد من العمل والتعاون الإقليمي والقاري عبر نقل أفضل التجارب والممارسات وبلورة فهم أفضل للتحديات المشتركة يصب بشكل مباشر في تنفيذ مبادئ وأهداف بنية الحوكمة الإفريقية وأجندة 2063.
السيدات والسادة، لقد تابعنا جميعاً المداولات الثرية التي شهدتها القمة التاسعة للمدن الإفريقية بمدينة كيسومو الكينية تحت رعاية فخامة الرئيس هورو كينياتا في مايو الماضي، وما قدمته من نماذج ملهمة للإسهامات من جانب المدن الإفريقية في تنفيذ أجندتي التنمية الأممية والقارية. وإني لعلى ثقة بأن هذا المحفل الهام سيواصل إسهاماته الرائدة خلال القمة العاشرة للمدن الإفريقية التي تستضيفها القاهرة عام 2025. وأود أن أنوه في هذا السياق إلى أن استضافة مصر لقمة المدن الإفريقية تأتي امتداداً لتقليد مصري مستقر في دعم حيز وقضايا وإسهامات الحكم والتنمية المحلية ودور المدن ووحدات الحكم المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. أستذكر منها انعقاد اليوم العالمي للمدن بمدينة الأقصر في أكتوبر 21، والريادة المصرية ضمن مجموعة عبر إقليمية لمبادرة الحكم المحلي وحقوق الإنسان التي تطرح بشكل دوري بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، والإعداد لاستضافة مصر للنسخة المقبلة للمنتدى العالمي للتنمية الحضرية للأمم المتحدة عام 2024. الحضور الكريم، يفصلنا 66 يوماً عن انطلاق فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، حيث يعود مؤتمر الدول الأطراف بعد 6 سنوات من جديد لقاراتنا الإفريقية، بما يتيح فرصة ثمينة لدولنا للدفع باحتياجاتها وأولوياتها إلى قلب أجندة العمل المناخي العالمي، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع أثار التغير المناخي ومعالجة الخسائر والأضرار المترتبة عليها والنفاذ للتمويل المناخي الكافي والمناسب، وهي جميعها نقاط جوهرية في إطار مؤتمر أعلنته الرئاسة المصرية كمؤتمر لتنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية. وأود في هذا الصدد التنويه إلى حرص الرئاسة المصرية على تكريس الالتفات للبعد الإفريقي للعمل المناخي بشكل عبر قطاعي في مختلف المناقشات، وعلى رأس ذلك الأجندة الرئاسية للأيام الموضوعية. ومن نفس هذا المنطلق يجري العمل على تطوير مبادرة حياة كريمة على المستوى الإفريقي لكي تستلهم التجربة المصرية الرائدة في إحداث نقلة نوعية لوضعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الكرة المصرية، ويجري الإعداد لها مع عدد من الشركاء من بينهم مبادرة التكيف الإفريقية التي تم الإعلان عنها خلال رئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لتغير المناخ عام 2015. ولقد كان البعد الإفريقي لمؤتمر المناخ المحور الرئيسي لكلمة السيد وزير الخارجية والرئيس المعين للمؤتمر سامح شكري أول أمس خلال افتتاح الأسبوع الأفريقي للمناخ بالعاصمة الجابونية ليبرفيل تحت رعاية فخامة الرئيس الجابوني علي بونجو أنديمبا. وإيماناً بالدور المحوري للمدن والتجمعات البشرية والحضرية في مواجهة الأزمة المناخية واحتواء آثارها، فسيكون للإسهام متعدد المستويات تواجداً بارزاً في نقاشات شرم الشيخ وفي مقدمتها خلال يوم الحلول، وفي إطار المشاورات التي تقودها مصر بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأكبر التحالفات الإفريقية والدولية للمدن والحكم المحلي لإطلاق مبادرة شاملة حول المدن المستدامة تتناول احتياجات ودور التجمعات الحضرية الكبرى في خفض الانبعاثات وبناء الصمود وتحفيز العمل المناخي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتجمعات الشباب والمرأة ومراكز الأبحاث وغيرهم. السيدات والسادة، أختتم هذه الكلمة بالتعبير عن بالغ سعادة وزارة الخارجية بمشاركتها في افتتاح هذه المنصة الهامة للاتحاد الأفريقي وعن دعمها الكامل لأعمال لجنتكم الموقرة،
وتطلعها للنتائج التي سيتبناها هذا الاجتماع، تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي وقمة رؤساء الدول والحكومات في مطلع عام 2023. وشكراً. I thank very much His Excellency Ambassador Hamdi Loza, Deputy Minister Foreign. أشكر السيد السفير حمدي لوزة مساعد وزير الخارجية على كلمته، وأدعو السيد السفير دكتور فانكول أدوي مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن، وهو الداعي بقوة للعمل المشترك بين الدول الأفريقية وبناء التعاون بين الدول الأفريقية من أجل الحوكمة والتنمية المستدامة، فليتفضل. Excellency, Prime Minister of the Arab Republic of Egypt. Excellencies, Minister of Local Development of the Arab Republic of Egypt, honorable ministers present, governors of various provinces of the Arab Republic of Egypt, distinguished ladies. السادة الحضور، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري وشرف لي أن أكون حاضراً للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية المعقدة هنا في القاهرة. نحن نجتمع هنا على ضفاف النيل حيث بدأت الحضارة وسطرت تاريخها الأول، وبالنيابة عن بلدي وعن الاتحاد الأفريقي أود أن أشكر حكومة جمهورية مصر العربية لجعل هذه الجلسة ناجحة. لقد كان من الهام أن نجتمع هنا سوية وننعقد بعد انتهاء وخلال الجائحة المنتشرة وخلال هذه الفترة من التحديات التي يواجهها العالم. من الهام جدا أن نعقد هذه اللجنة الفنية المتخصصة على مستوى الوزراء، هذا هام جدا بالنسبة لأفريقيا. السادة الحضور، دعوني أعبر عن شكر الاتحاد الأفريقي لانعقاد اللجنة الفنية المتخصصة هنا في القاهرة، وأود أن أنقل شكر جمهورية لسوتو والسادة الممثلين للدول الأفريقية الأخرى. نحن نقدر دور القيادة التي قدمتها حكومة جمهورية مصر العربية وعلى الحفاوة التي لمسناها، ومرة أخرى نقدر الدور الفعال الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في الاتحاد الأفريقي. اليوم اللجنة الفنية المتخصصة ستناقش عدد من الموضوعات الهامة جدا لقارتنا. إن قارتنا تتحول، هي قارة شابة تحتاج إلى التقدم والتنمية المستدامة، وأيضا وبدون شك
الخدمة العامة وبدون الخدمة العامة وبدون الحوكمة وبدون تفعيل دور المرأة ودور الشباب ودور منح الفرصة للشباب فإن قارتنا ستستمر في مواجهة العراقيل والتحديات. لذلك نحن نعتقد هنا في اللجنة الفنية المتخصصة تبحث بصورة مستمرة عن خطط عمل مستدامة وفعالة لتطوير وتنمية دور الحكومات المحلية. معالي السادة الحضور، من إن دور إنه يتوجب علينا ومسؤولية كبيرة لنا أن نجعل قارتنا تتقدم للأمام بصورة فعالة، ومن أجل ذلك يتوجب علينا أن نضافر جهود الدور القطاعات المختلفة لتطوير الخدمة العامة وحكومات الحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وأن نواجه سويا كل التحديات العالمية على المستوى الدولي وأيضا التحديات الداخلية. دعوني أؤكد لمعاليكم أن خلال السنة الماضية قامت مفوضية الاتحاد الأفريقي بالترويج والدعاية لبناء المقاومة والتطوير الاقتصادي وأيضا التغذوية، وهو الموضوع الذي نركز عليه هذا العام في 2022، وهو الأمر الهام لكل أهداف التنمية المستدامة، أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. لذلك يتوجب على كل أعضاء الاتحاد الأفريقي من الدول أن يضافروا جهودهم وفقا للمؤتمر المنعقد في يونيو 2022، وهو الداعي لبناء المقاومة والإيفاء باحتياجات القارة الأفريقية من المواد الغازية. مرة أخرى نحن نأمل أن يتم الاحتفال بيوم اللامركزية الأفريقي وأن يركز على الأمن الغذائي، وهذه المبادرة تحتاج دعم من كل الحكومات الأفريقية. معالي السادة الحضور ومعالي الوزير ومعالي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، دعوني أن أؤكد لكم أن الاتحاد الأفريقي على أتم الجاهزية من خلال اللجنة الفنية المتخصصة لدعم الخدمة العامة والحكومة المحلية للدفع قدما تنمية الحضرية واللامركزية. ولذلك أود أن أشكر كل الوزراء الحاضرين هنا اليوم وعلى وجه الخصوص وزير التنمية المحلية المصري ورئيس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية مصر العربية على جعل هذا الحدث أمرا ممكنا. ودعوني أن أوضح أن بإعلان القاهرة اليوم هو ترجمة لكل ما ندعو إليه، وهو الرامي لتفعيل دور الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وهذا سيؤدي لإفادة أفريقيا على كل المستويات والأصعدة. ومرة أخرى باسم حكومتي وباسم الاتحاد الأفريقي أتمنى لكم كل خير والعمل من أجل تطوير قارة أفريقيا. شكرا جزيلا لكم.
أشكر معالي السفير دكتور بانكول أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن على خطابه المثمر. هناك أيضا بيان افتتاحي آخر لوزير الحكم المحلي بدولة ليسوتو والرئيس المنتهي ولايته للجنة الثامنة للاتحاد الأفريقي، يقدمها بالنيابة عنه السيد سويسكو نائب مدير العلاقات الدولية. Your Excellencies, Prime Minister of معالي معالي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية ومعالي وزير التنمية المحلية ومعالي الوزراء الحاضرين ومفوضي الاتحاد الأفريقي والسادة الشركاء للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي والسيدات والسادة، أود أن أبدأ خطابي بالشكر معالي الرئيس وزراء جمهورية مصر العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وأيضا أن أشكر المشاركين في هذا الحدث، وأود أن أشكر أيضا حكومتكم الموقرة حكومة جمهورية مصر العربية لعقدها هذه الدورة العادية الرابعة، وأشكركم على حفاوة استقبالكم لنا وتعاونكم مع الاتحاد الأفريقي وإدارة العلاقات السياسية وجعل هذا الحدث أمرا ممكنا. أنا كرئيس لهذه اللجنة أشكر الاتحاد الأفريقي لترشيحهم لي لانتخابي في 2018. لقد سعدت بخدمة الاتحاد الأفريقي وأنا أقدر التعاون والدعم الذين تم وأود أن أشكر كل المشاركين في اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي وأمانتها، وذلك على دعمهم لي خلال فترة تفشي كورونا فيروس، وهو الأمر الذي أثر على نشاطنا. أود أشكرهم على دعمهم، ولولا دعمهم لم يكن يتسنى لي أن أنجز ولاياتي وأتمها. معالي رئيس الوزراء السيد الحضور، عندما رأست اللجنة الفنية المتخصصة في ديسمبر 2018 لمست الأنشطة ووضعنا الأنشطة التي من خلالها سنقوم بتطوير أفريقيا. كان هناك خطة التحول الحضري وكانت ومبادئ اتفاق 2016 في كيدو، كانت ولاياتي تركز على تطوير الموائل والمستوطنات البشرية من خلال إطار منسق لتنفيذ الأجندة التطور التحول الحضري الجديدة في أفريقيا عن طريق البناء المؤسسي وبناء القدرات وتبني التحول الحضري الجديد وأهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، وأظهرنا أن قارة أفريقيا
but also implementation. تضع الإطارات وتنفذها. وقمنا أيضا بالتصديق على ميثاق الاتحاد الأفريقي الخاص بالخدمة العامة، وأيضا ميثاق الاتحاد الأفريقي للحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية. وفي هذا الصدد قمنا بعقد ندوات للتوعية بهذا الميثاق ومبادئه ودور الخدمة العامة، ولمسنا زيادة لمسنا الزيادة في عدد الدول المصدقة على هذا الميثاق، ولمسنا دور الدول في تطوير خريطة عمل وقوانين لتطوير المستوطنات البشرية والتحول نحو التحول الحضري. معالي رئيس الوزراء والسادة الحضور والأمانة العامة للجنة الفنية المتخصصة، نحن ندعو لعمل يوم أفريقيا للخدمة العامة والتحول الحضري. وخلال هذا العام بالذات نحن قمنا بالاحتفال على المستوى المحلي بناء القدرة على الصمود داخل أفريقيا، والاحتفال بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا دمج الأفكار المثمرة المتعلقة بالخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية في إطار عملنا. ونحن نواجه تحديات كثيرة تتعلق بزيادة أعداد السكان والأمن الغذائي، لذلك فإن التعاون الوثيق معكم ومع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أثمر عن وضع مواثيق في إطار اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة، وأيضا عقد المكتب جلسة غير عادية في يونيو العام الماضي لوضع الإجراءات والسياسات الخاصة بSTRS. اجتمع أيضا وزراء الإسكان في كينيا لوضع إطار أفريقي في إطار اجتماع لليوم الواحد الداعي للتحول الحضري في أفريقيا، وتم عقد أيضا 11 جلسة نحو التحول الحضري وكيفية الارتقاء بالتحول الحضري حول القارة، وأيضا التحول الاقتصادي والاجتماعي. معالي رئيس الوزراء والسادة الحضور، أنا أشير إلى هذه الإنجازات بكل فخر، وأشير إلى دور الأمانة العامة للجنة الفنية المتخصصة على دورها، وأثني على دور كل الدول الأعضاء في عملهم المشترك وجهودهم، والذي أثمر عن ناتج مفيد ومثمر جدا للغاية للقارة الأفريقية. وأود أن أشير أننا لم ندخر جهدا لتنفيذ الأجندة الخاصة باللجنة المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حتى أثناء خلال جائحة كورونا التي أثرت وعطلت كثير من أنشطتنا،
ولكننا استفدنا من هذه الجائحة. لذلك السيدات والسادة، اليوم أمامنا أجندة شيقة للغاية، وتأخذ في الحسبان أدوات الفعالة التي ستقوي من دور الخدمة العامة والحكومات المحلية، والتي هي تمثل عن أهداف وعن هوية سكان قارة أفريقيا. واليوم عندنا أمامنا اقتراح لعمل منتدى أفريقيا الحضري، وهو الداعي للاحتفال بالتحول الحضري، وهو أمر هام جدا بالنسبة لأفريقيا. إن قارة أفريقيا هي أقل قارة بها تحول نحو الحضر والعمران. إن التحول الحضري يأتي معه فرص العمل، ويؤدي إلى التخفيف من الأماكن المزدحمة في المدن والقرى. لذلك أنا سعيد للغاية أنه تم عمل مؤسسات ومنصات خلال فترة ولايتي ستساعد نحو التحول الحضري، وليس لدي شك في أن اللجنة الفنية القادمة ستستفيد من الأسس التي وضعناها في الفترة منذ 2018. أنا أدرك أن هناك تحديات سنواجهها، ولكن سويا أمام عزمنا سنستطيع التغلب عليها. لتفعيل دور اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي، يجب أن نتأكد من أنها تشمل كل الدول الأعضاء، وأن نتحرك سويا للأمام من خلال التخطيط الاستراتيجي، وأن التخطيط الاستراتيجي المبني على خطط كل دولة. ودعوني أن في نهاية كلمتي أن أؤكد دور اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة وجهودنا المشتركة التي تؤكد وتضافر من جهودنا نحو التحول الحضري، ومسؤوليتنا المشتركة تجاه قارتنا. وفي نهاية كلمتي أود أن أتمنى لكم أطيب التمنيات في انتخابكم الرئيس المقبل للجنة الفنية المتخصصة. ودعوني أعلن أن اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية تم افتتاحها رسميا، وأتمنى لكم مداولات مثمرة. شكرا لكم. Thank you so much, Excellency. شكرا جزيلا السيد كالاكي نائب وزير الخارجية والعلاقات الدولية لدولة ليسوتو. الآن أدعو معالي الوزير اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سعادة السفير بنكولي أوديو مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمحافظون ونوابهم والسفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، السيدات والسادة الحضور، بداية اسمحوا لي أن أرحب بحضراتكم في بلدكم الثاني مصر،
وأؤكد على أنه تتشرف مصر قيادة وحكومة وشعبا باستضافة كافة الفعاليات والمنتديات التي تناقش مستقبل تنمية قارتنا الأفريقية، وهو التوجه الذي يوليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة وكافة مؤسسات الدولة المصرية اهتماما كبيرا وأولوية مطلقة في ظل دعم والتزام مصر بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في أفريقيا 2063. كما أود أن أعبر عن تقديري للاتحاد الأفريقي وسكرتارية وأعضاء اللجنة الثامنة الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية واللامركزية على اختيار مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث الهام للمرة الأولى، وهو ما يتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمي في شرم الشيخ نوفمبر المقبل نيابة عن قارة أفريقيا، فضلاً عن استعدادها لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في 2024 ومؤتمر المدن الأفريقية 2025، وهو ما يعطي اجتماعات اللجنة أهمية خاصة في ضوء حرص القادة الأفارقة على توحيد رؤيتهم ومواقفهم نحو القضايا والتحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الحالية، وعلى رأسها قضايا وتحديات المناخ والتنمية المستدامة والتعاون الدولي والإقليمي. ولعلكم تشاركوني الرأي في أن موضوعات الخدمة العامة والحوكمة المحلية واللامركزية والتنمية الحضرية وثيقة الصلة بكافة التحديات الوطنية والإقليمية التي تواجهها بلادنا الأفريقية، بل هي أهم ما يجب مناقشته والتوافق حوله، ونحن بصدد المشاركة في المنتديات الدولية والأممية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة. لذا فإن اجتماعات الخبراء التي تواصلت على مدار اليومين الماضيين وما تمخض عنها من توصيات وإجراءات تكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن، وتعطي لقيادتنا وحكومتنا وشعوبنا أفكاراً نحن في أشد الحاجة إليها لتوحيد رؤية قارتنا وتقوية موقفها التفاوضي. السادة الحضور، إن مصر تعتز بمساهمتها في صياغة واعتماد كافة الوثائق والقرارات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي والمتعلقة بالحوكمة المحلية واللامركزية، وأهمها الميثاق الأفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة والميثاق الأفريقي لقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية. وفي هذا السياق فإننا نولي اهتماماً كبيراً بنشاط اللجنة الثامنة من بين اللجان المتخصصة بالاتحاد الأفريقي، وهي اللجنة المعنية بالخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، بوصفها منصة هامة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الوزارات المعنيين بهذه الموضوعات في البلدان الأفريقية. واسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن تقديري عما حققته اللجنة الثامنة خلال دورة عملها 2019-2020. فقد نجحت اللجنة في تعزيز التواصل والتنسيق بين آليات التنمية بالقارة الأفريقية، على الرغم مما واجه العالم من أزمات أبرزها الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ولعل التقرير القيم عن نشاط اللجنة والذي تم عرضه على الدورة الحالية يؤكد بشكل واضح على الجهود التي بذلتها اللجنة والدور الذي أصبحت تلعبه كمنصة مشتركة للوزراء المعنيين بالتنمية المحلية وكذلك بالإسكان والتنمية الحضرية والتخطيط والخدمات العامة واللامركزية، وهي منصة واعية بتلك القضايا وقادرة على إنتاج الحلول التي تفيد دولنا وشعوبنا، وهو ما يبرز بشكل واضح في نجاح اللجنة في وضع خطة العمل الاستراتيجية 2020-2024. وأؤكد في هذا الإطار على ثقتنا في دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجانه المتخصصة وشركائنا في الهيئات الأممية المعنية وحكومات الدول الأعضاء وفي القطاع الخاص لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية المشار إليها، كما أؤكد على ثقتي في أن هذه الخطة تمثل أساساً قوياً لتعزيز وتقوية آليات الإدارة والتنمية المحلية والحوكمة واللامركزية في القارة الأفريقية. وفي ذات السياق فقد تابعت على مدار اليومين الماضيين أعمال اللجان الثلاث على مستوى الخبراء، والتي بذلت جهوداً كبيرة في مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا
وهو أمر يستحق أن نوجه لهم التحية والتقدير، وأؤكد على اعتزازنا بما خرجوا به من رؤى وتوصيات سيتضمنها إعلان القاهرة والذي سنقوم بمناقشته وإقراره بعد قليل. السادة الحضور، في ختام كلمتي أؤكد على أن ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات في سياق ما يواجه العالم ككل يتطلب أن نستمر في خطواتنا نحو تعزيز وتدعيم الحوكمة المحلية والرهان على الحكومات والإدارات المحلية بوصفها خط المواجهة الأول مع هذه التحديات، وهو ما ينطبق على كافة أنواع التحديات بدءاً من الجوائح الصحية والكوارث الطبيعية وتغيير المناخ، مروراً بالتحديات الاقتصادية والعمرانية والتنموية، ووصولاً للتحديات الأمنية. ورغم كل هذه التحديات فإن أحلامنا لقارتنا كبيرة، وإيماناً بقدرتنا على تحقيقها لا يتزعزع، وثقتنا في الآليات الأفريقية التشاركية بكافة أنواعها ومستوياتها لا حدود لها، ونتعهد بأن تكون مصر دوماً وفية لقارتنا، داعمة لتطلعات شعوبها ومستلهمة في تحقيق نهضتها. عاشت وحدتنا وبلادنا وشعوبنا، وعاشت أفريقيا، وتحيا مصر سنداً لقارتنا وركيزة من ركائز أمنها واستقرارها ونموها نحو غد أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله. I thank His Excellency General Hisham Amna. أشكر معالي الوزير اللواء هشام أمنا وزير التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية على خطابه. Excellencies, ladies and gentlemen. معالي السادة Allow me to welcome the opening statement by His Excellency Dr. Mustafa Medbouli, Prime Minister of the Republic of Egypt. رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمحافظين والسفراء وممثلي الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية، السيدات والسادة الحضور، بداية اسمحوا لي أن أنقل لسيادتكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي حرص على توجيه كلمة لهذا الاجتماع الهام من منطلق اهتمام الدولة المصرية قيادة وحكومة وكافة المؤسسات بالعمق الأفريقي والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات أجندة أفريقيا 2063 وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة بما يحقق رفاهية شعوبها. وأتشرف بأن أقف معكم اليوم نيابة عن فخامته لإلقاء كلمته. السيدات والسادة، إن استضافة جمهورية مصر العربية لاجتماع الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية تعكس التزام مصر بكل ما يحقق رفعة شأن قارتنا في إطار تحقيق أجندة أفريقيا 2063، وكذلك في إطار سعي مصر لوضع كل خبراتها سواء من النواحي التنموية والحضرية والاقتصادية أو الأمنية والسياسية لخدمة دولنا وحكوماتنا الأفريقية، حيث تعد البنية التحتية والنمو الحضري وإتاحة الفرص لحياة كريمة للمجتمعات المحلية هي الأساس لمواجهة التحديات التي تواجهها أفريقيا. وإذ أثني على ما توصلت إليه اجتماعات السادة الوزراء في إطار هذه اللجنة الهامة على مدار الدورات السابقة، وأثمن الجهود الكبيرة للخبراء المشاركين في مجموعات العمل خلال هذه الدورة، فإنني أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير آليات الإدارة المحلية هي السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات التنموية في أفريقيا، كما إنه متطلب رئيسي من متطلبات مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مجتمعاتنا المحلية في الوقت الراهن وفي المستقبل. ومن هذا المنطلق
فإن مصر كانت حريصة دائماً على المشاركة ودعم التجمعات والفعاليات والمنتديات الأفريقية المعنية بالتنمية المحلية، ونحن نعتز في هذا الصدد بمشاركتنا في منظمة المدن والحكومات الأفريقية واستضافة مقرها هنا في القاهرة، كما نعتز بمساهمتنا في إطار الاتحاد الأفريقي في مناقشة وتطوير واعتماد المواثيق ذات الصلة بالحوكمة المحلية واللامركزية وإدارة المرافق العامة. ويكتسب التوجه نحو دعم الإدارات المحلية واللامركزية وتعزيز كفاءة آليات الإدارة العامة للمرافق والخدمات أهمية كبيرة في ظل متطلبات العمل المناخي ومقتضيات التعامل مع تحديات تغير المناخ، وهي التحديات التي ستتأثر بها قارتنا الأفريقية أكثر من غيرها، على الرغم من أن مسؤولية أفريقيا عن مشكلة تغير المناخ تعد محدودة للغاية بالمقارنة بغيرها من مناطق العالم. لذا فإن مصر وفي سياق استعداداتها النهائية لعقد قمة المناخ العالمية COP27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، والتي تستضيفها نيابة عن القارة الأفريقية ككل، ستكون حريصة تماماً على أن تطرح التحديات والإشكاليات التي تواجهها القارة وحكوماتها المحلية ورؤيتها لدعم قدراتها على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ والمساهمة بفاعلية في العمل المناخي دون تأثير سلبي على حقوقها المشروعة في التنمية والنهوض، كما سيتم طرح مجموعة من المبادرات والمشروعات المتعلقة بالتكامل بين آليات الإدارة المحلية الأفريقية والتنمية المحلية المستدامة. السيدات والسادة، لقد استطاعت مصر خلال السنوات الثماني الماضية تحقيق نقلة تنموية غير مسبوقة على مستوى المجتمعات المحلية سواء الحضرية أو الريفية، وهي نقلة كان قوامها مشروعات البنية الأساسية العملاقة، إدراكاً بأن البنية التحتية هي أساس تطوير الخدمات العامة وبوابة العبور إلى التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد استندت الجهود المصرية في تطوير البنية الأساسية إلى مستهدفات أجندة القارة الأفريقية 2063، وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات أداء مصر المتعلقة بأهداف الاستراتيجية، وأهمها المؤشرات المتعلقة بكفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية. ونحن نعتبر التطور في قطاعات البنية الأساسية خاصة شبكات الطرق والنقل في مصر جزء من البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية بما يتضمنه من مشروعات طموحة مثل مشروع محور القاهرة كيب تاون ومشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، وهو ما يعد حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية. السادة الحضور، إن ملامح التجربة التنموية المصرية وثيقة الصلة بالتنمية المحلية والتطور الحضري، حيث لم تتوقف فقط عند شبكات الطرق ومرافق الخدمات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية، بل تخططها إلى صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة ارتكزت بالأساس على إعادة الاعتبار لمناطق العمران البشري لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وأكثر استجابة لعناصر الاستدامة والمرونة. وقد أعادت الدولة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية بما يتناسب مع مساحة مصر وحضاراتها وخصوصية موقعها وطبيعة التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث والمستدام، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء غير المخطط والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للطرق والمباني المصرية بما يلبي طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية، وإيماناً منها بالتكامل بين الريف والحضر. وفي إطار اقتناعها بالعدالة الجغرافية، فقد أطلقت الدولة المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة،
والذي يستهدف تطوير 4584 قرية في 22 محافظة وتحسين جودة حياة نحو 60% من سكان مصر، وهو ما سيحدث نقلة غير مسبوقة في حياة ومستوى معيشة القطاع الأكبر من المصريين، وهو ما دعانا لاعتبار هذا المشروع الطموح بمثابة مشروع القرن في مصر. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أعرض عليكم بعض جوانب هذا المشروع الضخم، والذي ما كان من الممكن أن يتحقق لولا الإرادة القوية التي توافرت من أجل تنفيذ هذا الجهد التنموي الهائل لسكان الريف المصري بتكلفة ستتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه مصري. وأستطيع هنا أن أؤكد أن هذه التجربة الرائدة تتفرد في العديد من الجوانب، استتضمن تدخلات متنوعة تغطي كافة الجوانب التنموية التي يحتاجها الريف المصري، بما فيها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مشروعات التعليم والمعرفة، مع الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها لا تقتصر على تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية فقط، وإنما تشمل كذلك توفير وخلق فرص عمل داخل المجتمعات المحلية، سواء من خلال مشروعات يجري تنفيذها حالياً وتستقطب الأيدي العاملة في القرى وتوابعها، أو من خلال مجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم قيمتها، والتي تعمل على استغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية، بجانب توفير تدريب مهني للسكان وفتح مجالات عمل أمامهم بما يضمن استدامة التنمية. وهنا يسعدني أن أعلن استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات حياة كريمة إلى الأشقاء من دول القارة، لا سيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة أفريقية. السيدات والسادة، في ختام كلمتي أكرر ترحيبي بكم في بلدكم الثاني، وشكري على كل الجهود المبذولة من اللجنة الثامنة بالاتحاد الأفريقي وتطلعي لمخرجات هذه الدورة الهامة، وأؤكد على التزام الدولة المصرية بدعم كافة التوجهات الأفريقية المعنية بتحقيق التنمية المحلية. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank very much His Excellency Dr. Mustafa Madbouli, Prime Minister of the Arab Republic of Egypt. Under the leadership of President Abdel Fattah al-Sisi, here we are today taking firm steps فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن نتخذ خطوات واثقة نحو أفريقيا تدعو إلى إرساء قواعد الحوكمة والحضارة والتسامح مع الآخرين. السيدات والسادة، أتمنى لكم يوما طيبا وأن تستمتعوا بزيارتكم وإقامتكم في مصر، أتمنى لكم يوما سعيدا. شكرا لكم.